الحكومة وملف السيارات وجها لوجه مرة أخرى. الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أكد على ضرورة بلوغ نسبة الإدماج في تصنيع السيارات ل 35% وفي ظرف زمني لا يتجاوز 36 شهراً. ما عندناش مناولين لينتجوا القطاع الغيار نتاع لا بروميير مونت، يعني اللي تركب في السيارة الجديدة. المناولين هادو ما دعمتهمش الدولة عكس ما فعلت مع المركبين تاع السيارات. كانت الدولة لازم تدعم المناولين باش يرفعوا النوعية تاع الانتاج نتاعهم، وكان داروا هذا العمل هذا. اليوم عندنا تيسيو دو سوتريتانس دو كاليتي. تصريح الوزير الأول حول نسبة الإدماج المستهدفة يستبق أي مشروع لتصنيع السيارات في الجزائر مستقبلاً، ويحدد الخطوط العريضة لهذه الصناعة لتفادي أخطاء الماضي. الصناعة الشغل نتاع مصنع ماهيش نتاع مستثمر جزائري. احنا ما عندناش إمكانيات تكنولوجيا، ما عندناش تحكم في صناعة السيارات، ما عندناش مستوى عالي في المناولة، ولهذا نظن باللي الصناعة نتاع السيارات هي الشغل الشاغل نتاع مصنع اللي نعطوا له السوق ونديروا معاه مشروع باش الجزائر تنجح في لا ترانزيسيون انرجيتيك، يعني اللي هو هدف هام جدا. أهداف وجب توفير كل الظروف لجعلها واقعا ومساهما حقيقيا في الاقتصاد الوطني لتفادي نزيف العملة الصعبة وتهريب الأموال للخارج تحت مسمى التركيب، والذي لم يأتي بأي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.